مفارقة سجلتها مقابر كركوك لقبر يعود لشخص استشهد ودفنت رفاته ليعود حياً بعد أن توقفت الحرب العراقية الإيرانية. غريب أن يكون لك قبر وأنت على قيد الحياة. زياد قادر زوراب كان شهيداً وأعلن عن أسره. إليكم الحكاية. زياد قادر زوراب الشهيد الحي يزور كل أسبوع القبر الذي يحمل اسمه وما زال بل ويجلس لساعات ويدعو. اسمي موجود زياد قادر زوراب، حد الآن موجود، استشهدت 27/7/82 في قاطع شرق البصرة. كل أسبوع مرتين يجوني، يوم الاثنين ويوم الخميس كان يزورونه ينفونه، وكان محاضرة موجود، صورتي موجود، موجودة فوقها. قرايبنا وزوجتي هم قال انت على اساس شهيد وكل شكل شلون؟ قال والله جابوا جثه ومكانك. يروي كاك زياد كيف انه عاد بعد اكثر من 10 سنوات ليحتضن اطفاله. 84 شلون؟ الصليب الاحمر، هو الصليب الاحمر اجانا اعطونا رساله وسوي هويه ولجنه دوليه اعطونا رساله قال تكتبون حتى توصلون لأهلكم حتى أنتم تعرفون أنتم موجودين وأسير. مجلس عزاء بعد دفن عظام حتى وصل الخبر اليقين من منظمات تعنى بشؤون الأسرى. خبري هذا وكان معه. كان جنديا وجاءنا خبر استشهاده وطفلي يبلغ من العمر 5 أشهر. أقمنا مجلس عزاء وبعد سنتين جاءنا الخبر المفرح، الآن هو كل شيء بحياتي. قصة زياد واحدة من مئات القصص لشباب قضوا في الحرب أو قضوا جل حياتهم بالأسر. من كركوك أتلا الأغا، الشرقية نيوز.